نقدم إليكم في هذا التقرير ترتيبا لأطول 10 أنهار بالبلاد العربية. يختلف صبيب هذه الأنهار حسب معدل الواردات المائية التي تتوصل بها، وتتوزع أغلبها على الدول العربية التي يسود بها المناخ المتوسطي والمناخ المداري. في المرتبة 10، وادي ملوية بالمغرب، يصل طوله إلى 520 كيلومتر، وقد تأثر هذا النهر كثيرا بالتغيرات المناخية في العقود الأخيرة. ينبع من جبال الأطلس المتوسط ويصب بالبحر الأبيض المتوسط قرب مدينة سعيدية. في المرتبة 9، نهر أم الربيع بطول يصل إلى 555 كيلومتر، ينبع من جبال الأطلس المغربية ويصب بالمحيط الأطلسي عند بلدة أزمور. في المرتبة 8، نهر العاصي من أشهر وديان بلاد الشام، يصل طوله إلى 571 كيلومتر، ويجري داخل تراب سوريا ولبنان قبل أن يصب بالبحر الأبيض المتوسط. في المرتبة 7، وادي شلف بطول يصل إلى 725 كيلومتر، وهو أكبر أنهار الجزائر وثاني أطول الأنهار الإفريقية التي تصب بالبحر الأبيض المتوسط. في المرتبة 6، نهر جوبا بالصومال، يصل طوله إلى ما يقارب 1000 كيلومتر، ينبع من الهضبة الإثيوبية لشرق إفريقيا ويصب بالمحيط الهندي. في المرتبة 5، وادي درعا بالمغرب، يصل طوله إلى 1100 كيلومتر، وهو ثاني أطول وديان شمال إفريقيا، ينبع من جبال الأطلس الكبير ويصب بالمحيط الأطلسي. في المرتبة 4، نهر شيبيلي بالصومال، يصل طوله إلى 1130 كيلومتر، ينبع من الهضبة الإثيوبية ويصب بالمحيط الهندي بعد أن يلتقي مع نهر جوبا قبل المصب ببضع كيلومترات. في المرتبة 3، نهر دجلة بالعراق، يصل طوله إلى 1900 كيلومتر، ينبع من جبال طروس جنوب شرق الأناضول ويصب بالخليج العربي بعد أن يلتقي بالفرات عند شط العرب. في المرتبة 2، نهر الفرات بطول يصل إلى 2780 كيلومتر، ينبع من جبل أرارات بشرق تركيا ويصب بالخليج العربي بعد أن يقطع دول سوريا والعراق. في المرتبة الأولى، نهر النيل أطول الأنهار العربية، يصل طوله إلى 6693 كيلومتر من منبعه بمرتفعات شرق إفريقيا إلى مصبه بالبحر الأبيض المتوسط بعد أن يقطع دول السودان ومصر.